مرحبا، أنا شاكر. مبروك خسرنا. ما بتصور في حدا ببارك لمنتخب وطن إذا خسر، بس أنا الليلة بدي بارك لمنتخب لبنان لأنه ما تأهل على نهائيات كأس العالم. أصلاً شفناه بالملعب بخلينا نحس هذا الإحساس. بأول مباراة مع نيوزيلندا شفنا منتخب نيوزيلندا نزل على الملعب قدم رقصة تقليدية عمرها أكثر من 100 سنة اسمها الهاكا دانس، بيقدموها كل منتخبات نيوزيلندا وكل العالم بتنطر. ونحن شو قدمنا؟ جبنا وديع الشاب، شخص ما عمره سنة سنتين بسهر الليل بعد ما صار فنان، جبناه يقدم لبنان، يمثل لبنان، لأنه أصلا قطع الفنانين من البلد، بطلنا نقيد على حدا. وإذا انقطع جيبوا سنة لوديع الصافي، لملحم بركات، لفيروز، حطوه بالملعب، بيمثل لبنان، بيعطي صورة حلوة عن هذا البلد. بس يا عيب الشوم عليكم، وديع الشاب صار يمثل لبنان؟ موجود مين؟ موجود رئيس الجمهورية؟ هاي هي الصورة؟ بس مش هون المشكلة، بس المشكلة كانت باللعب أكتر. هول الشباب يلي ما عرفوا يكونوا فريق، ما عرفوا يكونوا منتخب، ما عرفوا يمثلوا وطن، كل واحد كان عم يعمل بطل لحاله، ما اجتمعوا مع بعضهم كرمال لبنان يكون هو البطل. بدكم تربحوا؟ أي صورة كان بدنا نقدمها؟ أي لعب كان بدنا نقدمه؟ شو بدي يقول العالم عن لبنان؟ هول اللعيب كانوا يشبهوا لبنان بإنقصاماته، كانوا مثل اللعيب السياسي، بس كانوا عم يعوا الملعب. كنا بنتمنى نشوف صورة حلوة بالرياضة عن لبنان اللي دايما بنحلم فيه. بس نحن مباراة باسكت مش قادرين نلعب، مباراة باسكت مش قادرين نجتمع فيها كرمال نعمل النتيجة بنشرحها. وبدكم تعملوا بلد؟ المبروك الخسارة.